فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. في هذه الآية يمكن للقارئ أن يقف على قوله تعالى على استحياء، فيقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ثم يستأنف ويقول قالت إن أبي، فيكون المشي على استحياء. ويمكن له أن يقف على تمشي فيقول فجاءته إحداهما تمشي، ثم يستأنف ويقول على استحياء قالت، فيكون القول هو الذي على استحياء. وهكذا يكون لكل وقف دلالته، فيكون الحياء وصفا للمشي مرة وللقول مرة. وهذا أهم ما يمكن أن يظهر فيه حياء المرأة، أي في قولها وفي مشيها. ولعل ورود هذه العبارة على استحياء بين المشي والقول هو من إعجاز القرآن العظيم، ليصح أي الحياء أن يكون وصفا للمشي أو يكون وصفا للقول.